والله ما لي عند محمد إلا أسوأ الأثر، ولا يحمل في ذاكرته أسوأ مما يحمل عني. كيف يمكن له أن يعفو عني ويسامحني؟ من بالباب؟ أنا ابنك عبد الله، افتح يا أبي ولا تخف. يا ولدي، هل لك أن تؤمنني وأن تطلب لي جواراً إلى محمد؟ نعم يا أبي، على أن تسلم بين يديه. لكن محمداً لم يرى مني خيراً. الخير كله عند رسول الله يا أبي، يفيض على العالمين، فلا تخف يا أبي، سيؤمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك ويمنع عنك الأذى، إنه رسول الله يا أبي. يا رسول الله، أتؤمن أبي سهيل بن عمرو؟ أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته، يجير من استجار به ويؤمن من طلب العفو، ثم قال لصحابته: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فلقد رأى أن ما كان فيه لم يكن له بنافع. يا أبي، قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع عنك كل أذى. كان والله براً، صغيراً وكبيراً. لقد كان لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمرو، فأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وحسن إسلامه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه عليه، وببديع أسلوبه في التعامل معه، حيث الرفق واللين. فكان سهيل مكثراً في الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم، وكان كثير البكاء عند سماع القرآن الكريم. وهكذا تستمر سيرته العطرة، فنرى صورة من صور العدل الكامل في تنفيذ حكم الله في القريب والبعيد، لا فرق. يا رجل، كم تريد ثمناً لبضاعتك؟ اشتريتها بعشرين ديناراً، فادفع ما تسمح به نفسك. سأدفع لك فيها ثلاثين. إذن هي لك. خذ يا أخي أموالك، وسأرسل لك من يحملها عني، فأنا رجل كبير. سيدي، لم أشاهدك وأنت تمشي ببطء فصدمتك. عفوا. لا عليك يا ابنتي. تعالي هنا يا امرأة، أخرجي كيس النقود الذي سرقته من الرجل. أموالي، لقد سرقت أموالي، سرقت أموالي. هذه المرأة سرقت أموالي. أنا؟ أخرجي النقود يا امرأة. هي النقود، خذ يا رجل، خذ أموالك واعفو عني. والله لا أتركك حتى يقضي الله فيك أمره ويحكم فيك رسول الله.
ماذا تقول يا رجل؟ زوجتي تسرق؟ نعم سرقت، وقد أمسك بها الناس يا أخي. متى حدث هذا؟ منذ قليل. هيا نذهب إلى أسامة بن زيد يتشفع لنا عند رسول الله. هيا بنا. يا رسول الله، إن المرأة قد سرقت بشهادة الناس، لكنها ابنة سيد وشريف، وزوجها رجل ذو شأن. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه من شدة الغضب، ثم قام وخطب خطبة قال فيها: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. والله والله لو أعلم أن فعلتي هذه تغضبك يا حبيبي يا رسول الله لما قبلت أن أشفع لها. حمدا لله على سلامتك يا أخي. سلامك الله من كل شر يا أخي. أسمعت خطبة رسول الله الذي أوصى فيها بأنه لا فرق بين القوي والضعيف في حكم من أحكام الله؟ بعد عفو رسول الله عن أهل مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، رجالا ونساء. ماذا بك يا هند؟ هل بايعت محمداً يا أبا سفيان؟ نعم يا هند، لقد بايعه أهل مكة جميعاً وأنا منهم. وأنا ماذا أفعل؟ اذهبي إلى رسول الله يا هند وبايعيه على الإسلام مع النساء. كيف وقد قتلت أعز الناس عنده؟ رسول الله رؤوف رحيم، يغفر ويسامح، لا تقلقي يا هند. لا بأس، سأذهب إلى محمد، ولكني سأغطي وجهي.